بحس حالي احسن وحده كل العالم يعني. لا بقى يسهر بايش يسهر ويوم واضع المخلوقة. يلا حرك الاثنين. كبسة كبسة كبسة. ايه في اجوبة صح ابدا. ايه احسن بشوي احسن. هاي المقابلة بعنوان النرجسية. يا الله دشك مهضومة انا كنت. مرحبا كيفكم اليوم؟ رح نجيب العالم خلينا نوقفوا هيك ضد بعض وجها لوجه ويقيموا جمال بعض وذكاء بعض. هلا موضوع الجمال اوكي بيتقيم بس موضوع الذكاء رح تشوفوا شغلات يا الهي لانه عرفتوا يعني انا بالحلقه اكتشفت انه ما بعرف شو بدي اقولكم بس جدول ضرب اليوم راح فيها الاسئله الوجوديه اليوم هل قد عرفتوا كيف وقيموا جمال بعض فما حبينا نعمل فاينه صار كمشكله صغيره احنا ما دخلنا والله بتعرفوا انتم يعني المهم انتم حطوا لايك اشتركوا بالقناه فعلوا زر الجرس وصلوا هذا الفيديو لرقم محترم لايكات ليش ما عم تحطوا لايكات زعلوني منكم هلا عند اخر المسج شو بدكم يا جماعة؟ تفضل. هلا انتوا اخوه؟ انت كلكم اخوه؟ كله اخوه؟ ما شاء الله، طيب سؤال قديش قيمة ذكائهم من 10 وحدة وحدة هيك؟ لا بشرى 10 من 10 بشرى 10 من 10 هاي 5 طيب ليش هي 5 وليش هي 10؟ لأنه بشرى كثير ذكية كثير ذكية ما لها ذكية كثير يعني بس انه أذكى منهم اوكي قديش قيمة ذكائهم من 10؟ صفر تريد حتقول رقم عالي 5 5 طيب ليش ما بتقيمي ليش ما بتقيميها 10 شو بينقصها حتى تكون 10 من 10 ذكاء بينقصها كثير شغلات انا مثلا ما في انسان كمان انا مثلا حلوه بس ما في ذكاء يعني هلا انا قصدي على الدراسه يعني ابدا هي الدراسه مو مقياس للذكاء يعني ما طيب حسين شو بتعني خبره بجدول ضرب مثلا بدي اسالك جدول ضرب بس معك ثانيتين جاوب اي رقم اوكي لازم يكون صح 6 ضرب 6 6 و3 اعطينا اعطينا كمان اسرع اسرع 8 ضرب 8 90 عيني عليك 90 برافو عليك ايه 4 ضرب 4 20 ما شاء الله ما شاء الله طب روح لعندهم جربين 4 ضرب 4 16 I'm stronger I'm smarter I'm better ما شاء الله لك ما شاء الله 8 ضرب 8 64 ما شاء الله ايه 9 ضرب 9 81 7 و 6 ما بعرف اي رقم اخ اول رقم بتطلع معك اعطيها كمان وحده 6 و 8 كمان واحد واحد طيب هلا هلا كشكل كجمال قديش قيمه شكلها من 10 9 9 10 10 ذكر هي احلى هلا وياها توأم انت مشان مشان فهمت عليكي 6 اعطيتني قلت لك 10 9 هي انا طيب ليش هي 9 وليش هي 10 ليش شو بناقصها شبهني فانا يعني حلوه وي عرفت شو القصة؟ طيب قديش قيمة شكله من 10 ما له 10 لا وفوق يعني إذا في فوق إيه لا واثقة من نفسيها مش واخد بالها قديش قيمة شكله أنت فاهم من 10 10 الله يعطيك العافية هلا في شغلة تمام هلا الواحد قد ما كان حلو قد ما كان ذكي بتجي هيك شخصيته بتنزع السيرة أو بتظبط السيرة مين شخصيته أحلى بيناتكم أنتوا ثلاثة عن جد؟ لا أنا أنت برأيك؟ أنا لا هلا بنحلها بدنا نعرف وحدة بيناتكم شخصيتها أحلى من الثانية مين؟ بدنا اجوبه منطقيه لحتى انا بنظري يعني انا بقول انه انا كل واحد عن حاله خلاص يعني طب ليش انت لانه انا يعني خلص بغض النظر لانه انا ليش شو عندك شغله هيك شخصيتك هيك ما في منها يعني ما في منها بحس حالي احسن وحده كل العالم يعني الاولى انا ديما ودايما الاولى انت شو نفس الحكي يا عيني عليك كمان هاي المقابله بعنوان النرجسيه شكرا كثير لكم عندكم مشكله المقابله لا ولا يعني عبير وراتب بس وشنا على الكاميرا قبل ما ينزل تلج هلا ايه سؤال سريع تمام قديش قيم ذكاء من 10 يا جماعه مصورلكم تحت المطر امورنا صعبه ايه 8 8 حاول نسرع بالمقابله لانه وينك رح نتسبح 8 من 10 ليش مو 10 من 10 لا في شغلات مو كامله مو كامله لا. مثل شو يعني هل احنا الاثنين متزوجين الله يعطيكم العافيه ايه فصار في 4 سنين 10 ايه. فالواحد فينه يقيم بسرعه بدي اياك تسال سؤال تكتشف فيه موضوع الذكاء هلا الحارق تمام ايه باي سنه تزوجنا؟ لا باي شهر بايش؟ ايش في شهر التاسع ايه باي يوم؟ ما بعرف الله يعطيك العافيه بس بتذكر بس بال20 طيب سلاسل هيك مثلا جدول ضرب اليوم عم يعمل شغله معنا بس بدي جواب يكون على السريع ما هون كمان هلا حنكشف انه ناقص كمان درجه 6 ب 6 6 و 3 حرك اعطي ارقام 7 ب 8 56 ما هون كمان هلا حنكشف انه ناقص كمان درجه ما شاء الله عليك لا تمام اكثر كلمه بحبها
رز وبازيلا. يعني المرة لا لا مو هي تمام. مو هي يعني بس مرة. يعطيك العافية. قد ايه بتقيمي الزكاة من 10؟ 7. ليش مو 10؟ لأنه حطليت معنا. لأنه حطليت معنا. طلع سؤال يقيم هيك زكاة. راح بس هذا مو. بنقي لك سؤال صعب. اعطينا يلا. سبحنا يلا يلا. طيب 9 ضرب 30. مستحيلة. لا مستحيلة. 9 ضرب 30. 3 ضرب 9. 10 شيء ما بدي شيء. يلا هات اللي بعد اللي بعد. اسم نبات بحرف العين. فعلا خليك معي. طيب انتم متزوجين صار لكم 4 سنين. هي قديش انت مثلا هلا الواحد ما انه انت خلص تزوجت وكذا وما ادري شو فصار فيك انت اللي 4 سنين صار في قيم الواحد. نحن عم قيم ذكاء وعم قيم شكل من وتفكير وكذا. قديش قيمك كشكل وتفكير من 10؟ 9 10 ولا 10؟ 9 على 9. 9. ليش مو 10؟ يعني الواحد 10 ما يتنكد عليك طول الليل ولا 10. خلص عمري لله 10 10 10. عشرة عشرة معلم. أنا بعرف. أنا ما خربط بالرقم. سديبي الله إنه بده يقول لي 10 بس خربط. إيه. مشان تمام. هو من لأني شفتك مشان هيك. قديش قيمة؟ شكله. 8. 8 ليش مو 10؟ إنه يكون أحسن بشوي. أحسن. شو بده يكون أحسن يعني؟ يعني إنه أحلى. أحلى لا لا لا. ما شاء الله شباب شبابية وشخصية. 10 من 10. آه عيني عليكم. شكرا كتير لكم حبيب القلب. على عيني. شكرا شكرا. مرحبا. أهلا. مرحبا. أهلا. شو اسمك؟ سالي. سالي شو اسمك؟ هبة. سالي وهبة. اليوم عنا حلقة هيك شوي لقيمة تمام؟ الفكرة إنه اليوم نقيم جمال بعض. طبعا. جمال وذكاء. منبلش بالذكاء. سألي سؤال جاوبك عليه. هذا السؤال بخليك تعرف قديش الذكاء. قديش عمرك؟ 35. مواليدك؟ 88. تمام. شو دخل هي بهي؟ شو ال 7 ضرب 8. ما بعرف مالي حافظة جدول الضرب. شو الشيء اللي لمستيه انت من هاي من هذا السؤال يعني على هالسؤال ما شاء الله بس شو على الكاميرا معلش هيك ايه شو ال يعني هلا جدول الضرب هو للاذكياء فهمت؟ 7 ضرب 7. نوني هلا انا ما كنت حافظته مثلها بس انت عم تلي اسالي بس هو عن جد للاذكياء انا ماني ذكي. 1 ضرب 1. 1. 2 ضرب 7. 7. 7 ضرب 1 ناقص 5. 7. صعب. شو صعبه؟ مو انت عم تقلي لي اجد بالطرط، انت عم تقلي لي اجد بالضرب. اكيدني. الكاميرا، قد ايه بتقيمي ذكاء يعني؟ يعني 5 من 100. 5 من 100؟ شيء 5 من 100. تمام تمام ما مستلمه هي لجنه تحكيم شيء مطرح. قيمي ذكاء انت من 10؟ مالي بوجهه نظر انه انا قيم ذكاء، هذا الشيء بيرجع لي انا بيهمني حالي بس. انت بس حالك؟ طبعا. واضع المخلوقه. انت ليش هيك وقفتكم مع بعض ليش هيك عم تسموا لبعض هيك شو حياة شو عادي رواق دائما هيك البنات طبعا كتقييم جمال قد ايه بتقيميها من 10؟ ابشي ظريفه يعني قد ايه من 10؟ يعني 6. 6 ليه 6 من 10؟ ليش مو 10 من 10؟ يعني مثلا انا مشاركه بمسابقات ملكات جمال. انت مشاركه مسابقات؟ هي مسابقة ملكة جمال شو؟ أشطر بنوت بطرطوس. أشطر بنوت؟ لا هي أشطر صبية بملكات الجمال بطرطوس. أنت أخذتي أشطر صبية؟ كنت المركز الثاني. ثاني؟ وصيفة ملكة جمال طرطوس يعني. بس شاركت في المسابقة مجرد المسابقة. هديك أحلى منك ولا ظلم؟ لا مو أستاذ ظلم بس هي كلها واسطات. مش بواسطة. أنت الأولى يعني؟ طبعاً. قد إيه قيمة جمال من 10؟ للصراحة هي مشاركة 4 من 10. ليش 4 من 10؟ يعني ام الرموش والحمرة وهالقصص. انا حاطة رموش بس بدون قصص حمرة بس مالي حاطة اي شيء ثاني على وجهي. بس يعني شوف على الكاميرا. ايه بس مالي حاطة بالاشعار مالي حاطة. على هاي الكاميرا شوف بس هدول حاطة يعني. هاي الحلقة بعنوان السم الحياة يا اوش. طيب انت برايك شو لازم تعمل شغلات لحتى تصير 10 من 10؟ يعني انت هلا اعطيها النصائح. تهتم ببشرتها يعني هلا نحن بعيدا عن التجميل نحن عم نحكي اهتمام ببشرتها اولا واخيرا. شو بتعطيها نصائح عشان تصير؟ الرياضه اكيد هي اهم شيء. لازم تروح على النادي طبعا. كم يوم بتروح على النادي؟ 3 ايام. ما شاء الله عليك. بس ما في داعي للنادي اذا في طول. ما دخلت بالرياضه ابدا. شو دخل طول؟ مين طويل؟ يعني طول اساسي. طولة الباب ولا طول الاثنين؟ طيب شو بتعطيها انت اقتراحات؟ الله حربك الاثنين. تسلمي لي يا قلبي انت شو مزبوقة قدام الكاميرا خاصة. تمزح معي؟ ايه وانا كمان عم بمزح. امزحي مع شي مزحة. كثير ثقيلة. يوووووو ابدا بدي امزح. طيب اوكي.
سألي اوكي نروق هيك مع احلانا يعني عا هي هيك الواحد بيمزح مع عرفتي يعني. ايه تمام حلو المزح واضح كثير مروق بدك ليه معصبه انت لك ماني معصبه شو بين واضح يعني بصراحة عندها طولة بال بتشبه طولة تماما روقي طيب روقي ماشي روق روق شوي روق شوي خلص نهلي مقابلة شوي لكم مشان ما تذبحوا بعض لا ما في شيء أنا واقف هيك يلا شكرا كثير لكم شكرا كثير لك كل واحد يروح هيك أنت روح هيك أنت روح هيك بعد إذنكم عندك مشكلة لا أبدا باي باي عندك مشكلة بالمقابلة؟ هي أصلا صورت بس لتقول باي للكاميرا يا الله قديشك مهضومة يعني كل شيء بتصيري أهضم ما شاء الله الله يعطيك العافية شكرا لك تشرفت بمعرفتك غيرت شوي الجو أنا كتير غيرت الجو شو هاد؟ أنا كنت أفكر إني أعمل مقابلة مع صبيتين شو هاد؟ فجأة هيك طلعت الحياة يا ولي يا زلمة الشباب معنا إحنا هي الشغلات هي قصة بدري شو بيشب قيم لي هذا الشاب من 10 والله بجنن هذا والله بجنن حبيبي بيطلب بروح يلعب بلاي ستيشن سوا بتعرف على بعض مرحبا الله يسعدك مرحبا الله يسعدك شو اسمك جمال علي جمال وعلي رفقات انتو كثير 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 نعمل معكم شغله اليوم هيك يعني عرفت علي شلون تفضل بدك توقف لي هون انت بس يا عيني عليك شو شنو على الكاميرا انتو اثنين هيك بس هيك نضب شوي علي تفضل وجمال اول شيء عندنا احنا اليوم هيك بدنا تقيموا بعض بكم شغله اوكي ايه موافق فيك تقيم لي ذكاءه من 10 قديش كبسه ايه كثير من 10 بدي هيك رقم من قد ايه من 10 90% لا قد ايه رقم من 10 يا اخي 9 من 10 يعني هو كثير ذكي طب اسال لي يا سؤال تكتشف فيه انه ذكي ما في بالي شيء يعني اي سؤال هيك مثلا جدول ضرب هيك اي شغله مثلا سألوا جدول ضرب لي جاوبك بسرعة معناتها ذكي هو على السريع بس بدي اياك تسألني بس بدك تجاوب كثير بسرعة انت يلا 10 ضرب 5 ايوه 50 يعني عليك كمان اعطينا 100 ضرب 50 100 ضرب 50 1000 شلون؟ 1000 حلو كثير اي اعطينا كمان سؤال كمان واحد بجدول ضرب هو ما شاء الله في سرعة بس ما في اجوبة صح ابدا ايه اعطينا 25 ضرب يا عيني عليك إيه كمان علي الارقام 25 ضرب 50 ايه 25 ضرب 50 اي رقم بيطلع براسك ايه 25 ضرب 50 3500 يا عيني عليك 3500 برافو عليك هلا قديش بتقيم ذكائه بعد الاجوبه هي ما في صاحبك وصديقك تعال لما اجي لك منه تبقى مولع معاه وكتعان والله العظيم يعني مو هيك بعد بيسال هلا بدك تقيم لي ذكائه انت قديش قيم ذكائه من 10 10 من 10 من 10 ما شاء الله كثير ذكي يعني اللهم صل على النبي العين تحرسك يا رب المهم بدي اعطيه جدول ضرب واحد ضرب واحد ايه اثنين يعني عليك اثنين ضرب اثنين اربعة يعني عليك اربعة ضرب عشرة اربعين خلاص يرحمه الله علي رقم ايه ستين ضرب اربعين ايوه ثلاثة ستين ضرب اربعين اثنين بواحد اثنين بالياي ثلاثة 242 يا عيني عليك ما شاء الله عليك شو هالذكاء هذا الخارق اللهم صل على النبي المهم قديش قيم شكله من 10 كشكل يعني كجمال يعني ماشي حاله يعني شقلك نظرة من فوق تحت شو يعني ماشي حاله؟ قديه يعني من 10؟ سبعة ليش مو 10 من 10؟ يعني انت من انه ناحية؟ من ناحية الشكلية يعني سبعة ليش مو 10 من 10؟ ليش مو 10 من 10؟ يعني هيك لأنه لا قل لي لا بدك تعطيني ليش مو 10؟ ليش؟ انت ليش يعني هو الفياق بتاعك تعلوشة الغالية قديش ليش مو 10 من 10؟ لانه يعني بده هيك وبده شو شغل بده الا شو بده يعني مثلا بده شويه عقل بده شغل بده حدا يمشي بده لا الهي كشكل شو بده كمان يعني شو ناقصه كشكل حتى يصير 10 من 10 شكله مو ناقصه بس عقله ناقص انت برايك قديش قيم شكله من 10 انا 10 من 10 10 من 10 ما شاء الله عليه كثير حلو كثير وسيم يعني ليش 10 من 10 ما بينقصه شيء كامل مكمل يعني انت بتطلع عليه كامل مكمل ما شاء الله كله كامل كله كامل يعني بالنسبة بس تشوف جمال خلاص انتهى الموضوع خلاص انتهى ما شاء الله وسامة أناقة شياكي يعني جمال أخلاص وفاء أخلاص لا أهم شيء الأخلاص بده شوية تعال كل شيء 10 من 10 ايه 10 من 10 أنا بالنسبة خليني ياكم طب هيك كناحية هيك فكرية مثل ما قال عائل مع عائل هو ما شاء الله يعني. هلا حسب كل مين له فكرته الخاصة أنت شو فكرتك الخاصة حتى عم يقول إنه ما عندك عائل ومدري شو هذا شيء هو شايفه بنظره أنا ما فيني أقول له لا أنتوا كثير متفاهمين لسه أقول رفقة 10 عمر الله يخليكم لبعض يا حبيب القلب شكرا كثير لكم هي المقابلة على السريع على عيني مرحبا أهلين مرحبا هلا شو اسمك يوسف محمود يوسف محمود اول شيء بنعمل شغله كثير سريعه بنقيم ذكاء بعض هلا انت قلت لي كنت تطلع على السوشيال ميديا شو تعمل؟ يعني انه هيك تمثيل وهيك قصص تمثيل مع مين؟ انه مع منصات مع منصات؟
يعني انه تطلع انت على اساس ما بتعرف بالسيره. ايه انت بتعرف بالسيره؟ ايه بعرف السيره. انت بتعرف كل السيره؟ لك بس طالع على اساس ما بتعرف السيره. تماما. ايه اليوم بتعرف السيره ولا ما بتعرف السيره؟ هلا بعرف، صرت اعرف السيره اليوم. ايه هلا عرفت السيره بعد ما شفت المقابله. ايه طبعا، بس احنا بس قبل السيره ما كنت اعرف السيره. ايه بس هنيك بتعرف السيره. ايه لك. شو صار فيك لما كنت بتعرف السيره هنيك؟ ادحوك رفسه قلت لي؟ ايه والله. الله يعطيك العافيه. الله يقدر توك وقتها. ما هيك على توكل يعني. مقلب هو مقلب. عرفت؟ مقلب. انه انت تمام. اقول لك انه في رفسه؟ لا انت عملت حالك مذهول. أيوة وكذا. ايوه الله يوفقكم على الشغل. ايه مهم، قديش قيم ذكائه من 10؟ والله قيمه 8. 8 ليش 10 من 10؟ اخي في شغله، في بيتغابى بيسكر مخه خلاص. عرفت كيف؟ صح هذا الحديث. صح. صح. اوكي زاد بأربعة. صح حكيك صح نظامي. ايه ايمت هيك بتحسه تغابه وعمل شقه؟ سوري بس هو عم يحكي هيك، انا شو عم يحكي بنقول هيك، اما انا شايفك اذكى واحد بالعالم. صحيح والله دخيلي خلقك، والله العظيم انت مبين ذكائك خارق، بس هو اللي عم يقول لي ايه لما تتراكم شغلات كثير عليك. عرفت كيف؟ بفوت بس ما المعني لي. بدي اياك تختبر ذكائه بسؤال. سؤال سؤال احنا نتاكد انه ذكائه 8 من 10 مو اقل او اكثر. شو لون فرشاة اسنان تبعك؟ رمادي واصفر. اعطينا كمان سؤال. شو بدنا نعطي؟ شو لون شو اسمه الشرشف تبع المخدة تبعك؟ أسوأ. اعطينا اسئله بالضرب. اسئله بالضرب. هلا انت بدك تجاوب. انت اسرع 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 سؤال، اسرع رقم بيطلع معك. يلا. اعطينا يلا اسرع رقم. 5 5. 50. راح يقول 25. اعطينا كمان. 6 5. عين عليك. 25. برافو عليك. اعطينا كمان. 10 10. 3 100 100. ما شاء الله عليك. اعطيه هلا قديش قيم ذكائه من 10؟ قيمه 6 من 10. 6 من 10 يعني هو انت اذكى منه طبعا. طيب ليش 6 من 10؟ ليش مو 10 من 10؟ ليش مو ذكي كثير؟ اسف ما بعرفك انك ذكي، انت اذكى واحد بالعالم، بس هو اللي بيتصرف بدون ما يفكر. بدون ما يفكر ابدا. هيك ما في اول فكره بتطلع براسه بيعملها. يعني عليك ما بفكر لقدام. طيب انت شلون بدك تختبرنا ذكائه هلا مثلا؟ هلا هو بعد الرفسه والله اللي اكله انت يعني حديثه يمكن صح حديثه يعني انا هيك بحس. اعطينا سؤال. اساله شيء سؤال لك انا عم اتقاوى عليك بالضرب. اساله شيء تقاوى سؤال. لا ده من هي يلا 7 7. 41. ما شاء الله عليك. وحش قصته. اعطينا كمان. طيب 6 7. 6 7. اول رقم 43. 43 يا عيني عليك استاذ واسطوره ما شاء الله عليك. اي اعطينا كمان. يلا 8 8. انا 61. برافو عليك ما شاء الله عليك. لا انا 10 10. انت يعني شلون بهذا الذكاء اكلت الرفسه؟ ما بعرف يعني حاسبها انت. طيب نحن هلا بدنا نقيم جمال بعض. قديش هيك بتقيم شكله من 10؟ بعض لانه هنا هلا مش حنشوفه انت عن قرب. عرفت طبعا. قديش بتقيم شكله من 10؟ بس حط لي عينك بعينه. انا ولا هو؟ عينك بعينه. رجع خطوه هيك بس قرب لي عينك على عينه هيك. قرب. قديش قيم شكله من 10؟ يوسف 10 من 10. ما بينقصه شيء. ما بينقصه شيء. زرق دقن على الاول. شايف شلون؟ قديش قيم شكله من 10؟ 11 من 10. حاجة هسأل. منشيل هلا منشيل هيك البيت فستو. لا والله 11 من 10. هيك أنا بحبه. إيه كنت عم بقولي 11 من 10. تقييمه ليش؟ لأنه أنا شخص يعني هو بنحب وأنا رفيقي. عرفت كيف؟ وهيك إنه بيست فريند. شو يعني؟ صص. يعني هو جميل يعني بحبه أنا. بنحبه. إيه تمام ما شاء الله عليه. بس شيلوا لنا بيت فستو، أعطيني تقييم نظامي هلا إذا أنت شفته هيك. ليش قيم شكله؟ ما بعرفه. يعني 8 من 10. ماني ما بعرف. ليش مو 10 من 10؟ شو بيناقصه مع انك بتحبه؟ يعني هلا هو ليك المحبه بتنقص 2. عرفت كيف؟ يعني هو كاش هو 6 من 10. لا هو 8. ايه ما هو ناقصنا. ايه ما هو لازم يكون 9 من 10. لازم قد يكون يعني 9. هو حليوه يعني. ايه لك. ايه والله حلو ما شاء الله. بنحب. ايه بنحب. انت قديش قيم شكله من 10؟ وشيل اللي بيت فستو عن جد عم شيل اللي الكولكي. 9 من 10. ليش مو 10 من 10؟ ليش مو 10 من 10؟ اسمع لك شو بيصير 10 من 10. اضحك محمد اضحك. هلا انا بتذكر مره من المرات سالوا لتيم حسن انه ليش قيم شكلك من 10؟ قال لهم 7 من 10. يعني انتوا احلى من تيم حسن؟ لا نحن 5. ممكن نكون احلى من تيم حسن. ليش؟ مو مين هو؟ مو قلت لا انا استاذ وانا هو انسان ونحن انسان. هو استاذ وانت انسان. استاذ هو انسان ونحن انسان. انسان صح. بس عم اسال انا يعني كمان الجمال يعني ما هلا كمان جمال الروح. نرجع هيك شوي. هو في ناس يعني في ناس قيم الجمال. عرفت كيف؟ في ناس بتحب مثلا الاشعار، في ناس بتحب الاسماء. لا شوي بتحب الاشعار يعني انه الجمال. ايه هو الجمال. ايه تمام. يعطيكم العافيه يا شباب. شكرا كثير لكم. لا اطلع بمقالب يضحك رفسي ومن اشخاص يعني. عيني الله يا شباب حبيبي. يلا وهيك كانت حلقتنا. طبعا شفتوا شو صار. قيموا جمال بعض، قيموا اشكال بعض. وبحياتك اوعك اوعك بحياتك تسال فيك انا حلو انا ذكي انا كذا، لانه معنوياتك رح تنزل تحت مستوى سطح البحر. لانه فهمتوا ليش يعني شفتوا بهي الحلقه شو صار. المهم حطوا لايك، اشتركوا بالقناه، فعلوا زر الجرس وظبطوا لنا الامور. باي باي.